ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل صيادية القراميط بحاجة هتعجبكم اوي ان شاء الله. وانا دلوقتي غسلته وقطعته، خليت الراجل قطعه لي حلو، وحطيته في ليمون برضو وملح، وعملت الدقة بتاعته، تومة وحبة خل وليمون، شطة وملح وبابريكا، ودلوقتي هنكبها عليه. هنكبها عليه كده اهون، وهاخده دلوقتي عشان اقليه قدامكم، واوريكم كمان ايه الصلصه بتتعمل ازاي بتاعته. وبكده انا بعمله بالدقيق اهون، وبكده احطه في الزيت. كده هيتحمر من الناحية التانية وياخد لون التحميض من تحت، وهنعمل ايه صلصة مع بعض تحت الصيادين. وكده انا حطيت البصل، حطيت زيت وحطيت البصل عليها، واحط شوية كمون، واحط شوية كزبرة، بس وانزل فيها تقليب لغاية ما تتحمر، وانزل عليها الطماطم. وبكده انا بنزل بالصلصة على البصلة واسيبها تتسبك بقى، ولما تتسبك هنشوف هنعمل ايه. وبكده يا جماعة انا قليته اهون ورصيته في الصينية، وهبتدي احط عليه الصلصة اللي انا سبكتها. تبقي برضو الدقيقة شوفيها عايزة ملح او لأ. وبكده بقى هبتدي ادخلها الفرن، ولما تطلع هوريها لكم هي والرز. وبكده بقى انا حطيت البصل للرز واحط عليها الزيت، وعقبال ما السمك يستوي انا هعمل معاكم الرز الصياديه. عقبال ما ابص على السمك بقى اسيب دوت بتتحمر شويه، اكون غسلت الرز. وبكده يا جماعه البصله قبل ما تخش في التحمير حطيت لها شويه كمون كده، وبكده انا هنزل الرز عليها. طبعا لو عايزين رز صياديه غامق لازم تخلوا البصله بالشكل ده عشان تبقى الرز غامق فيه. وبكده حطيت شويه ملح برده، طبعا حطينا بابريكا، وبكده طبعا انا حطيت الميه سخنه على الرز واسيبه يستوي لغاية ما نشوف السمك عامل ايه. وبكده يا جماعة سمك الصيادية طلع، ويا رب يعجبكم، والرز اهو قدامكم جميل جدا. وان شاء الله لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وشكرا.